واجهة الأوباك للمستفيدين من النظام يمكن من خلالها البحث عن التسجيلات الببليوغرافية من خلال العناوين أو المؤلف أو الموضوع أو الرقم الدولي المعياري للكتاب وتحديد المكتبة التي تريد البحث فيها. لتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بالمستفيد نضغط على تسجيل الدخول إلى حسابك، ثم نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. من ملخصك تظهر عمليات الإعارة والغرامات الخاصة بك في حال وجدت. يمكنك تحديث بياناتك الشخصية من خلال تفاصيلك الشخصية مثل تغيير كلمة المرور وتقديم مقترحات الشراء الخاصة بك. ويمكنك من خلال سجل البحث الخاص بك إيجاد عمليات البحث التي قمت بها سابقاً.